قال لك سيدي ثم واحد ورث 20 مليار، هو في حالوش ورث 20 مليار، كبير شوية في العمر، خافوا عليه مش يقولوا له خاف ليه يتصدم كذا يموت، اسمه جيلاني. عملوا العائلة عملوا اجتماع وكذا، بعثوا له واحد اسمه سمير، خطر ذي سي سمير متكلماني على الاخر ومعناتها عنده طريقة في التبليغ. معايا سي توفيق؟ معك تفضل. مدام فيها مليارات معك. اي سيدي شالوا سمير، دق على سي جيلاني. انا بالجيلاني. قال وينك الجيلاني شام؟ قال له والله في خير ونعم، الحمد لله نحمده ونشكره. الجيلاني الجيلاني لباس الجيلاني. قال والله في خير ونعم، وينك الجيلاني شام؟ قال والله الحمد لله. يا جيلاني يا جيلاني صافا امورك؟ قال والله لاباس الحمد لله. تعب شويه؟ قال وراك؟ قال والله تعب. تي لاباس؟ قال له الحمد لله يا ودي لاباس. اسمعني، قال له بربي الجيلاني باش نسالك تو، لو كان هكا مثال نحلموا نحن تو، انت مثلا تورث 20 مليار، اش تعمل؟ قال له الجيلاني، قال له قسما بالله لو كان نورث 20 مليار لما نعطيك شطرهم. مات سمير.